أول حاجة بالنسبة للعطش في رمضان، خصنا نعرفوا باللي العطش شنو الحاجة اللي كتخلينا نعطشوا. أول حاجة كتخلينا نعطشوا هو أن الناس كاين اللي كيتسحر مع 12 ديال الليل الوحدة الليل، هذا ماشي سحور. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال عجلوا الفطور وأخروا السحور. علاش أخروا السحور؟ لأن فيه حكمة كبيرة. أولا كنربحوا الوقت. الثاني مسألة هي طبيعة الأكل اللي كياكلوا. كاين الناس دابا لأن كنعرفوا حنا الأكل نوعان، أكل تأكله وأكل يأكلك. لما كتاخذ واحد الأكل اللي هو طاقيا كبير، معنى طاقيا كبير أن الجسم كيتعامل مع واحد الكم هائل من الطاقة، والجسم ديالنا راه بحال مثلا السيارة، ملي كتكون هذا راه درجة الحرارة كترتفع وكتولي عندك الماء كيولي درجة حرارة، وخاصك بزاف د الأمور باش الجسم باش السيارة تبرد هذا الماء. هكا الجسم ديالنا، الجسم ديالنا كل ما خدا وجبة طاقية كبيرة كل ما كون هناك واحد العطش اللي هو عطش خايب، وهذا هو السبب ديال العطش الأول. ثاني حاجة أننا ما نخافوش من العطش في رمضان، لأن المسألة بسيطة جدا، هو أن نوعية الماء في الجسم ديالنا كاين نوعان، كاين الماء المرتبط والماء الحر. الماء المرتبط بعمره كينقص، هذه النصيحة كنقولها حتى بعض المختصين كيقولوا لا ما تصوبش عين شفولك الكلاوي. علميا هذه المعلومة غير صحيحة تماما، أتحدث خلال الصيام. علاش؟ لأن الماء المرتبط مع عمره كينقص. شو كينقص؟ كينقص الماء الحر. والماء الحر مين كينقص؟ وهنا الحكمة وهنا الجمال وهنا الجمال ديال الفيزيولوجيا. مين كينقص الماء الحر؟ الجسم ديالنا كيقوم بواحد الدورة تحويل الدهون إلى ماء، هذه ما كاينش مختبر على وجه الأرض كيقوم بها. هاد تحويل الدهون إلى ماء، الجسم كيستفد من الماء. ودايوغ راه كاينه حتى عند الإبل، الجمل، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الجمل كيكون عنده داك السنام في الظهر ديالو، شكون اللي كيخليه أنه يقاوم العطش؟ راه ماشي حيت يشرب بزاف، ولكن حيت عنده دورة بيولوجية إحيائية تحول الدهون إلى ماء، وهذا هو الهدف. راه بحالنا بحال هاد الأنعام هادية. إذا بالنسبة لي أنا لا وجود لمبررات أننا نخافوا من العطش. العطش فيه نسبة كبيرة من الجانب النفسي، ارتفاع درجة الحرارة لا ما نتحركوش لهذه، بالعكس. وحتى احنا الحمد لله احنا كنصوموا وكنعيشوا هذه الأشياء بالعكس بأشياء جميلة جدا. وأنا كنقول للصائم مين يجيك العطش فرح ومين يجيك الجوع فرح. علاش؟ لأنك تكون بصدد حرمان الخلية السرطانية من الطاقة ديالها، وهذا بالنسبة لي أنا نعمة وليست بنقمة. ولا تنسوا أن الداء والدواء في الغذاء، والمرض وارد والشفاء مطلوب، والوقاية خير من العلاج. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوا تديروا أبوني في لاشين يوتيوب.